فما نقطة هي تصحيح فقط مشي أول مرة على خاطر سبق مثلا في السودان بعد انتفاضة أبريل في السودان وانتخبوا حكومة انتخبوا حكومة وائتلاف حزبي وناقش قبل ما ينقلبوا عليهم الإخوان المسلمين وعمر البشير في انقلاب عسكري. فمش هي أول مرة سي عبد اللطيف. لا لا أول مرة تتشكل في مثل هذه المناخات الديمقراطية. وهذه انتفاضة شعبية كبيرة. شوفي نبقى في برنامج الليلة إذا كان ستستنجد بالتاريخ سأستنجد بتاريخ ستالين. إذا خلينا في موضوع تونس وفي أجواء إيجابية. في أجواء إيجابية. فقط أنا حبيت نصحح لك معلومة لأن صارت انتخابات وصارت حكومة ائتلافية في السودان في عقاب انتفاضة أبريل 85 وصار عليها انقلاب نتاع عمر البشير. حبيت نصحح. شنو العلاقة بالضبط؟ لا حبيت نصحح ليست المرة الأولى يعني خطر في الوطن العربي بخلاف لبنان. لا تشكلت حكومات في المغرب ائتلافية وفي السودان وفي لبنان لكن ليست نفس المناخات. ليست من نفس المناخات الطوعية. أنا عندي تعليق في الجانب هذايا بسيط جدا. في كل الديمقراطيات في كل التجارب راهو الحكومة تعرض برنامجها رسميا. حوار البرنامج وأولوياته يطرح للنقاش في وسائل الإعلام وفي المنابر بس الشعب يعرف الناس تعرف النخب تعرف الخبراء يعرفوا ويدلون بدلوهم باعتبارها شأن عام. اثنين اليوم أذكر سي عبد اللطيف قبل قليل أنه رأي الموازنة السنوية من ديسمبر لديسمبر حاضرة مشروع حاضر من طرف الحكومة المؤقتة الحالية اللي يترأسها السيد الباجي قايد السبسي. إذا باش يقع تعديل فيه ما همش باش يعملون برنامج جديد وميزانية جديدة. إذا كان باش يعدلوا فيها تبقى لنا هي أولويات. نحب الناس تعرف هذا ويكون محل حوار ونقاش ومحل تفاعل. خلي الناس كي تعرف تجم يقول لكم هذه صحيحة راهو راهو معاكم صحيحة وهذه غلطة راهو راهو غلطة. لأنه توا ما يتم هي موازنة عامة حاضرة والمجلس التأسيسي سيدوم سنة والتزموا بأنه باش يدوم سنة السعي باش يدوم سنة. إذن التغيير سيكون تغيير طفيف. نحن نطالبوا شنو الأولويات يا أغلبية يا أحزاب الأغلبية يا ائتلاف الأغلبية يا حكومة الأغلبية أنتم أغلبية والشعب انتخب حكم ومعارضة أغلبية وأقلية. نحن في الأقلية حقنا في أن ننقد في أن نرى في أن نناقش في أن نحاور في أن نعدل في أن نوقظ. هذا حق وهذا حق أصلي في الديمقراطية لأن الديمقراطية بدون هذا ليست ديمقراطية. فلذلك وقلي نطرح ونطالب والرأي العام يطالب بالمعرفة متاع شنو الأولويات شنو خطر. كي نقولوا أولويات نحبوا نعرفوا ما هواش العناوين هذه. العناوين هذه نجدها عند كل الأحزاب من أقصى اليمين لأقصى اليسار. شنو أولوياتك؟ هاو شنو الأولويات؟ هاو شنو الأولويات؟ اليوم شنو أولوياتك المباشرة في ملف حارق اسمه التشغيل؟ شنو أولوياتك المباشرة في خلال هذه العام؟ نحن عندنا الآن 800 ألف عاطل على العمل. لكن لكن سيكون عندنا مليون عاطل على العمل في واحد جانفي. المجلس مازال ما اجتمعش وفما الحكومة مازالت ما تشكلتش. قال لك كيف تشكل حكومة تنعطيك برنامج. لا مش هذه مش هذه. هذا التحالف تشكل عندهم ثلاثة برامج مختلفة. تحالفوا وتشكلوا. إذا لما تحالفوا أوجدوا قواسم مشتركة وهذا إيجابي جدا. القواسم المشتركة هذه يعلن حولها النقاش في إجراءات تقترح للنقاش. لأن المجلس هو تأسيس للنقاش هو تنظيم وتأطير الحوار الوطني بين الفرقاء في حين أنه مجالات الحوار أكبر وأوسع من المجلس في وسائل الإعلام في الندوات في منابر الأحزاب إلى آخره. يشاركوا فيها مش الأحزاب بركة مش اللي داخل المجلس فقط بل يشاركوا فيها الخبراء نخبنا مثقفين أكاديمينا وتبارك الله تونس فيها برشا تبارك الله فيها برشا حوايج. علاش ما يناقشوش في الحوار كبير هذا؟ بالفعل يطرح في المجلس التأسيسي ثم سمحني خلنا نمشي مباشرة من خلنا نرجع لحكاية 50+1 يعني أنتم في المعارضة باش توافقوا على التصويت هذا ولا كيفاش فعلتم خيار آخر؟ شوف هو المسألة المفروض يطرح نظام داخلي لسير المجلس الوطني التأسيسي. النظام الداخلي علاش باش يتضمن؟ يتضمن تركيبة المجلس اللجان مكتب الرئاسة ويتعلق أيضا بنظام التصويت
على القرارات، أشي يتعلق بالدستور، أشي يتعلق بغير ذلك من الأشياء المصادقة على الحكومة. هل أنه باش يتم مصادقة كلية على الحكومة ولا باش يتم مصادقة الوزير بالوزير إلى آخره؟ هذا يصير فيه الساعة حوار أولي حول هذه الأقسام متاع التصويت، لأنها ما نجموش كلها في شكارة واحدة، ليس لها نفس الخطورة. مثلا التصويت على بنود الدستور ما ينجمش ياخذ نفس الأهمية والخطورة متاع التصويت على وزير وزير مثلا. فهذا يصير فيه حوار واتفاق وتصير فيه مشاورات، وهذه تعتمد فيها الأغلبية، هذه تعتمد فيها أغلبية موصوفة، والأغلبية موصوفة فيها تدرج الثلثين ثلاثة أربع إلى آخره. هذه يقع النظر فيها والتعاطي معها والتفاعل معها بالملف بالملف بالصيغة بالصيغة. هذه حاجة. بالنسبة للرئاسية الثالثة يقول لك 50+1، هو يقترح ذلك له الحق، سنتداول الأمر. ما هو كلمة قالها صديقي عبد المؤمن مهمة، راهو كيما تتشكل تحالفات للحكم تتشكل تحالفات المعارضة، كيما ثم مشاورات في بين ثلاثة أحزاب تتم مشاورات بين مجموعات وقوى أخرى. واليوم شهدت في الأخبار أنه ثم عديد الأطراف اجتمعت وناقشت، إذن الناس تحضر في هذا. أنا في تقديري المسألة لابد أن ينظر لها بمنظار آخر، منظار إيجابي. إيش معناتها إيجابي؟ إيجابي معناتها رانا اقتعنا مع منطق السرية، واقتعنا مع منطق الانغلاق، وانفتحنا على الحوار. راه المجلس الوطني التأسيسي منبر لتنظيم وتأصيل وتأطير الحوار والاختلاف بين التوانسة، ومنبر قول مش المنبر الوحيد، هو منبر شرعي له السلطة، لكن هنالك منابر عديدة. اثنين، راه القوى الموجودة داخل المجلس التأسيسي هنالك العديد من القوى خارج المجلس التأسيسي، أحزاب، جمعيات، منظمات، شخصيات، كفاءات إلى آخره، معنية بالشأن الوطني ومعنية بقضايا مصيرية. هذه لابد أن تشارك في تقديرنا في الحوار، لأنه هذه مسائل تهم تونس. لذلك صديق عبد اللطيف لما نطرحوها الحوار ما هواش بالمنطق السلبي، بمعنى أن تشريك أوسع ما أمكن، خلي نختلفه، فليتنافس المتنافسون، وخلي توجد أشياء إيجابية عند هذا أو ذاك. أما اللي تم في تقديرنا تمشي لم يكن سليما بهذا المنظار. الناس تتناوله في المجلس وتبدي رأيها وتتوزع بياناتها وتتوجه للرأي العام، وداخل المجلس داخل قبته وخارج قبته وفي وسائل الإعلام وفي عديد المنابر. أنا اللي نطرحه اليوم مسألة أساسية، راهو التفويض الذي قدم لمن انتخب، من سيكون في الحكومة ومن سيكون في المعارضة، تفويض دستوري، الاستحقاق الدستوري باش نعملوا دستور، باش نعملوا نظام سياسي لتونس نحبوه ينسجم مع أهداف الثورة في بناء تونس ديمقراطية، في بناء تونس العدالة، تونس الكرامة وتونس الحرية، في بناء نظام متقدم ديمقراطي. هذايا مربوط بأجال، والأجال هذه صغيرة اللي هي سنة. راهو استحقاق دستوري مش استحقاق حكم. لذلك مناش باش نوجدوا معارضة بالمعنى التقليدي للمعارضة وحكم بالمعنى التقليدي للحكم، لأن وقتاش نحكوا على حكم عادي؟ وقت اللي عندك برنامجك ومخطك باش تمارس على ذوقه في السياحة وفي الاقتصاد وفي التعليم وفي الصحة وفي التشغيل وفي الفلاحة إلى آخره بشكل عادي في 5 سنوات مثلا، عندك أغلبية برلمانية وعندك كذا إلى آخره. هذا شيء، واللي نحن إزاء اليوم مش هذا، نحن إزاء استحقاق دستوري يطلب أولوية مطلقة صياغة الدستور، هذايا يطلب حكومة انتقالية مؤقتة ورئيس مؤقت لمدة سنة فقط. إذن ما نجموش نحكوا على برنامج بالمعنى الجدي، نحكوا شنو الإجراءات الاستعجالية اللي تطرحها الأحزاب هذه لتسير هالمرحلة الانتقالية واللي فيها تلبية لاحتياجات الناس. ننهي بهذا، احتياجات الناس وانتظاراتهم. أنا عمري ما تكلمت باسم الشعب في حياتي، أنا نتكلم ديما باسم حزبي فقط، نتكلم باسم حركة الوطنية الديمقراطية دون غيرها. أما فما انتظارات شعبية معلومة، وكل الطيف السياسي بمختلف مكوناته اللي في المجلس التأسيسي واللي البرة يقولوه، عندنا استحقاقات حقيقية وانتظارات حقيقية في التشغيل، في التنمية الجهوية،
في إجراءات استعجالية اليوم كملوا. ماذا ستطرح هذا الائتلاف على 800 ألف عاطل على ما الآن؟ شنو الإجراءات المباشرة الاستعجالية؟ هذا توضيح بالله. في المجلس سيكون هنالك حوار مفتوح بين كل الأحزاب والمعارضات. في تقديري هذا سيكون مكان لتجسيد قدرة التونسيين على صياغة المستقبل المشترك. يمكن للأحزاب التي ليست هي معناها موجودة في الحكم أن تقدم مشاريع وتصورات بناء يؤخذ بها، وهذه الأحزاب ستكون موجودة في اللجان، لجان المجلس التأسيسي كما هو معمول به في كل دول العالم، أن المعارضة تكون موجودة في اللجان. ولذلك هناك فرصة كبيرة للتعاون، فرصة كبيرة لبناء المصير والمستقبل المشترك. لكن في النهاية نحن ككل الديمقراطيات لابد أن تكون هنالك أحزاب في الحكم وأحزاب أخرى في المعارضة، على أن تبقى العلاقات النضالية والعلاقات الإنسانية اللي تصاغت بين المناضلين سواء كانوا الآن مش يكونوا في الحكم أو في المعارضة تبقى كذلك هي قناة رئيسية لخدمة البلاد. لأنه المناضلين الموجودين الآن في الحكم والموجودين في المعارضة هذم جمعت من بيناتهم المحن والسجون والمعاناة وتضامنوا مع بعضهم وكافوا مع بعضهم، لا يجب أن نفقد هذه القناة لأن إحدى الجسور اللي بيستخدم مستقبل البلاد. خلنا نختم معك يعني سؤال أخير، غدوة الافتتاح مش يكون تونسي صرف يعني ولا بفما؟ لا، سيكون الافتتاح تونسي صرف، يعني صرف. سيتم بحضور أعضاء المجلس التأسيسي طبعا وبحضور أعضاء الحكومة وممثلين عن الهيئات المهنية مثل عمادة المحامين ونقابة الصحفيين والقضاة وغيرهم، إضافة إلى الصحفيين وإلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني وعائلات الشهداء. يعني فما حتى أجنبي يعني سوى لن يكون هناك أي حضور للأجانب في الجلسة الافتتاحية. إذن وصلنا إلى ختام يعني هذا البرنامج، وكان كنا نتمناو يكون معنا يعني ممثل متكتل لكن يبدو أنه الندوة الصحفية المؤتمر جات متأخرة ما نجمش يلتحق بنا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام هذا البرنامج، إلى اللقاء.